نفس الكبير بالطينة ديالك الرأي ديالك الأحمر ما بينه ممتقة لا تربتي عليا دابا تربتي عليا إيه ولكن بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أفلام الرمضانية كانت أفلام اللي في المستوى لأن كانت أفلام درامية اللي في المستوى كذلك ولكن شوية السيتكومات كانت شوية الأعمال ديالها ماشي في المستوى يعني كاين دي هو دي با ولكن الحمد لله أنا ولا عندنا واحد الإنتاج اللي تيمكننا أننا نفتخروا به ولا عندنا أفلام ومسلسلات اللي ولا عندها حضور على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد العربي فهذا تيشرف الإنتاج الوطني يعني أن كاين واحد تطور على مستوى الإنتاجات الفيلمية الدرامية أو المسلسلات الدرامية كاين تطور كبير وتنتمنى ازدهار الإنتاج الوطني وبغينا أن الإنتاج الوطني يغزي العالم العربي والعالم الإفريقي والعالم الدولي علاش لا رحنا كنا عندنا طموح وبغينا أن الهوية الوطنية والثقافة ديالنا أنها تكون منتشرة داخل الأمم واش باغي عطيني السينما الافريقيه مقارنه بالسينما العالميه فالسينما الافريقيه عندها الحضور ديالها يعني كنشوفوا بان كاين حضور ديال السينما الافريقيه في مجموعه من المهرجانات يعني ان كاين عندها واحد التقدم على مستوى الافلام على مستوى المواضيع على مستوى الطاقات الفنيه والتقنيه فالسينما الافريقيه عندها واحد الحضور حاليا في السينما سواء العربيه او الافريقيه او الدوليه فتنتمناو لها مستقبل زاهر وهذا علاش ان تم الاحتضان ديال هذه الدوره هذه ديال الفيلم الوثائقي الافريقي فهذا شيء اللي غادي يعطينا مجموعه من الافلام اللي غادي نشاهدوها ونشاهدوا الثقافه ديالها وغادي يشاهدها كذلك الجمهور الرباطي في هذه الايام الثقافيه وخاصه ان شعار ديال هذه الدوره ان الفيلم الوثائقي رافعا من للتنميه فهذا شيء تيسعدنا فانا تنقول الحمد لله ان الفيلم الوثائقي تعطات ليه المكانه ديالو في هذه الدوره هذه اللي احنا كنا في حاجه ان الفيلم الوثائقي تعطى ليه الامكانيات باش يمكن انه يتبرز خاصه ان تعرفوا بان الفيلم الوثائقي ما تتكونش عنده مثلا حضور على مستوى القاعات وحضور تجاري وكذا فدائما الفيلم الوثائقي تبقى فيلم لو بغيتي تقول عنده بعد انساني بعد انساني محض فهذا تخلي ان بحال هذه المهرجانات هي اللي غادي تبين الامكانيات ديال مجموعه من المخرجين مجموعه من الكتاب مجموعه من الثقافات اللي غادي نعرفوها من خلال مجموعه من الدول الافريقيه اللي غادي نتعرفوا عليها في خلال هذه الدوره فهنيئا لنا بهذه الدوره هذه وهنيئا للناس واللجنه المنظمه اللي سهرت عليه اللي تنحييهم وكذلك ان الدوره هذه تتحمل تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره وبالتنظيم كذلك وزاره الشباب والثقافه والتواصل مشكوره ومشكور كل من دعم هذه الدوره سواء من قريب او من بعيد.